استشعار الخطر بأمن مناطقهم جنوب الموصل وصحرائها بعد حدوث هجمات إرهابية متكررة راح ضحيتها العشرات من الأبرياء المعارضين لعودة عوائل المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي. الأهالي أطلقوا حملات عدة تطالب بطرد هذه العائلات من نواحي الشورى والقيارة وحمام العليلة باعتبارهم حواضن مساندة لتلك الخلايا. الدواعش وعوائلهم يقول لك حتى اقول اطفالهم اكو هذا الشيء مندس، يعني يقول لك يا نظريته اي واحد يجي لابس عسكري هذا كاتل ابوه، فشلون يرجع المنطقه هذا؟ طالب الجهات الامنيه المعنيه بالوضع الامني انه تتابع العوائل الدواعش خصوصا في جنوب الموصل والقرى، فلازم اكو جهات تتابعهم وتدقق وراهم، اذا سكروا خطر فاتمنى انه يجمعوهم مخيم، وهي مطالباتنا ومطالبات جميع اهل الموصل وجميع القرى. شرطه نينوى وعلى لسان قائدها اكدت بانها استجابت لمقترح ابناء جنوب الموصل وأشرعت بترحيل 15 عائلة عادت لقراها، إضافة إلى بقية العائلات حيث باشرت بتنفيذ حملات أمنية على مدار أسبوع كامل لنقلهم إلى مخيمات خاصة أكثر مراقبة. تقريبا 15 عائلة جاءنا مقترح من الأهالي في ناحية حمام العليل والقيارة بأن هؤلاء بدأوا يشكلون حواضن، طلعنا واجبات عليهم على مدى أسبوع كامل، تم ترحيلهم وإعادتهم إلى مخيمات النازح. قيادة عمليات نينوى وهي الأخرى اتهمت جهات لم تسمها بمحاولة زعزعة الاستقرار، وإنها تريد إشاعة الخوف لمنع دخول شركات الإعمار والاستثمار إلى نينوى، لكنها أكدت استمرارها في ملاحقة الخلايا النائمة في عموم أرجاء المحافظة. الموصل أفضل من بقية المحافظات، لا تسمعون هذه الإشاعات والدعايات، أكو ناس لها أغراض، أكو ناس في قلبها مرض، وأكو ناس آخرين ما يريدون الإعمار يمشي في مدينة الموصل. ليل ونهار احنا مستمرين، الآن أنا واقف وياك، الفرقة 16 تطهر مناطق وتلاحق في حلول داعش. وشهدت مناطق جنوب الموصل حدوث جرائم إرهابية كان آخرها قتل مسؤول في الحشد العشائري وعائلته قبل أيام قلائل. وضع تلك العائلات في المخيمات هو سيناريو جديد تضعه القوات الأمنية في نينوى للحفاظ على استقرارها الأمني وإبعاده عن دائرة خطر الإرهاب. من جنوب الموصل هيثم أحمد، الحرة.